مشاهدينا الأعزاء، أسبوع جديد وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية. تعالوا معنا لنتابع أهم أحداث هذا الأسبوع. شهدت مكتبة الإسكندرية خلال هذا الأسبوع فعاليات مؤتمر مقترحات لوضع إطار للسياسة الثقافية في مصر. لأول مرة وعلى مدار عامين نفذت مكتبة الإسكندرية مشروع دعم التنوع الثقافي والابتكار في مصر والممول من الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع مكون من مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية تستهدف فئات عمرية مختلفة في العديد من محافظات مصر. وفي يوم السبت 14 نوفمبر لعام 2015 بدأت فعاليات مؤتمر تحت عنوان مقترحات لوضع إطار للسياسة الثقافية في مصر، والذي استمر على مدار 3 أيام بقاعات مركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية. بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة افتتاحية للدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية. أن التنوع الثقافي سمة إنسانية لصيقة بالمجتمع الإنساني ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، هو مصدر غنى وقوة ناعمة وثراء إنساني وارتقاء نفسي وتقدم حضاري. هناك من يركز على الهوية الواحدة والثقافة الواحدة ويقلقه ويزعجه التنوع ويرى فيه عامل تشرذم وانقسام. إن الهوية تتطرف تتطور، وتنوعها جزء في تطورها في عملية ديناميكية تسهم فيها عدة عوامل أساسية متضافرة: الذاكرة التي توفر خبرة الماضي، والانفتاح الذي يسمح بالتعرض للتيارات العالمية، والتفاعل الذي يولد الجديد، والإبداع الذي يقود إلى تطوير المجتمع. وقد حضر المؤتمر ممثلين من الاتحاد الأوروبي ونخبة من المثقفين والعاملين في مجال الثقافة في مصر. ثم عرض فيلم وثائقي من إنتاج مكتبة الإسكندرية يوثق مراحل المشروع المختلفة. إبداعات فريدة لشباب مصر الواعد من مختلف المحافظات تتلاقى، تتفاعل، تتناغم معا في أحضان النيل والبحر والتراث والحضارة لتصنع ثقافة وفنون مصر المستقبل. يعمل على دعمها وإثرائها مشروع طموح ينفذ لأول مرة في مصر. مشروع دعم التنوع الثقافي والابتكار في مصر. عامان من العمل الثقافي المتواصل قامت به مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي عبر محافظات مصر بمشاركة المثقفين والمبدعين الشباب والمتخصصين النساء والرجال من الحضر والريف ومن الساحل والصحراء، كل ذلك لرسم مسودة لسياسة ثقافية مصرية كخارطة طريق يتفق عليها الجميع، تقدم لصانع القرار من أجل صورة أفضل وأجمل وأكثر إبداعاً لمستقبل مشرق للثقافة في مصر.
وقد اختتمت فعاليات المؤتمر بإعلان مقترح مسودة السياسة الثقافية في مصر. هذا وقد شهدت أيضاً أروقة مكتبة الإسكندرية فعاليات مؤتمر الثقافة العربية استحقاقات مستقبل حائر. بدأ المؤتمر بكلمة ترحيبية للدكتور خالد عزب رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية بمكتبة الإسكندرية. المستقبل الحائر للثقافة العربية هو عنوان هذا المؤتمر، وفي هذا السياق يسعدنا مشاركة العديد من المثقفين العرب من العديد من الدول العربية، ولأول مرة تشاركنا موريتانيا في أحداثنا الثقافية في مكتبة الإسكندرية، فأهلا بالإخوة من موريتانيا. ولكن لأن لدينا عدد من الأدباء المرموقين والمثقفين العظام، فإنني أدعو الدكتور وسين العرج الأستاذ في جامعتي السربون والجزائر، والأديب العظيم الشجاع الذي ما إن قامت مباراة عشوائية ما بين الجزائر ومصر إلا أن أتى إلى مصر في ظرف عصيب كانت الأجواء فيه مشحونة، وجلس في مكتبة الإسكندرية من السادسة إلى الثانية عشر في حدث ثقافي لم يرغب الجمهور أن يتركه، لأنه كان حكاء جعل من العروبة هي لسان حال التصالح بعد مباراة هزلية. حضر المؤتمر العديد من المثقفين من مصر والوطن العربي. ما أطرحه في هذه الورقة يتعلق بمسألة أعتقد أنها في غاية الأهمية، تبدأ أولا بتحديد الوضع البائس والصعب جدا الذي نعيشه في المجتمعات العربية، بحيث أن الثقافة أصبحت للأسف جزئية ثانوية بالقياس إلى ما هو سياسي وما هو دينامية يومية. هذا وقد ألقى الأستاذ الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة كلمته في الجلسة الأولى للمؤتمر. أعتبر أن مكتبة الإسكندرية هي بيت المثقفين، وإذا أردنا لمكتبة الإسكندرية أن يكون لها دورا كبيرا على الساحة المصرية والساحة العربية وحتى الإفريقية الآن، فإنه من الضروري أن المثقفين في كل هذه الدول يعتبروا أن مكتبة الإسكندرية دي مكتبتهم، وأن بالتالي سأقدم إليكم هذا التقرير جزءا من هذا لتتعرفوا على مكتبة الإسكندرية من ناحية، ومن ناحية أخرى لأني أطلب الشراكة معكم في الدول العربية، وأنني بصفة خاصة سوف نفتتح مبادرات ثلاث في الأيام والأسابيع القادمة. الأولى هي ذاكرة الوطن العربي على غرار ما فعلناه لذاكرة مصر المعاصرة، وهذا مشروع ضخم جدا في أرشيف رقمي تاريخ مصر كله المعاصر في 200 سنة اللي فاتوا، بالإضافة لمصر الخالدة اللي هو بيغطي 6000 أو 7000 سنة من التاريخ. وقد استمر المؤتمر على مدار يومين، نوقش خلالها الوضع الحالي للأدب في مصر والوطن العربي. مشاهدينا، ندعوكم للحضور والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تنظمها المكتبة خلال الأسبوع القادم. ولمزيد من المعلومات وللتعرف على كل ما هو جديد بمكتبة الإسكندرية، زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.bibalex.org، وانتظرونا الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية.